وسهلا فيكم. اليوم معنا لأول مرة أجي بعد عزيز لأول مرة. بلانك صادق، حتى دائما سباق أنا. والله العظيم أول مرة تسبق. وش بتزين يا عزيز؟ بزين إن شاء الله بشكل سريع الله ولطيف وأليف. سريع جدا مقلوبة مصقعة بنقلبها حلو تمام، بس احنا بقليل اليوم عشان متاخرين وصحي نبي الله فهمت كل شيء مع بعض. ما شاء الله 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 الله. هالحين طماطم على الكشري جيب الدجاج. بسم الله عليه هنا خلوه هلا زين زين يتشبك وبعدين تحط باقي الخضار بعدين نحط الله عودا حميدا. اوب 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 ترى ما حطينا ماء ابد. هذه اسمها المقلوبة المصقعة الصحية، ما في مقلي. ايه ما عرفت ابعد عنك. يلا تفرق منك كوسه. والله احيانا تفرق. شفت شلون فرق؟ نحط الله 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 نحط الخضار كامله زين ونعطيها قلبه بس عشان تاخذ طعم، وبعدين ننقلها للقدور. الحين خليه بس ياخذ طعم بدل الله الله فهمت؟ يا حلوه كذا روقت. يا حلوه يا حلوه يا حلوه. ايش نسوي؟ بحط ورق زبده. ها قدر كذا. طيب بنحط طماطم. حلو. بعدين نحط طبقه دجاج وخضار، طبقه رز، طبقه دجاج وخضار، طبقه دجاج. الله فهمت. حلو. بعدين نخليه ان شاء الله من 35 ل 40 دقيقه على نار هاديه مره. تم. انا شفت بس اول مره اشوف زي كذا ان في مقلوبه يحط ورق قصدير تحت ثم من طماطم ورق زبده. ورق زبده اسف. اي دجاج ها خليته ينقل. لا خلاص تنقل من الاخر. تمام نحط طبقه خضار، طبقه خضار وطبقه رز. حلو تمام. حلو فارس. وش هي هالاداه اللي معك ذي المشهاضي؟ اول مره نشوف. الله الله الله. 67 67 الحين هذا 62. ايوه علشان استواءه بيصير تحت. هذا بيصير تحت لا تمام. اللي اخر شيء بيصير 67%. بسم الله والله مره قد ال ما شاء الله مصدعه. ها مقلوبة مصقعه. الله الله يا حمد. وش يدرينا عن الحراق واللي مو بحراق؟ هذا في علامه هذه ايش فاهم؟ واحد اثنين اقوى عبد الله الا اقوى عشان يجي خفيف القدر. لا ما عليك جديد. واحد اثنين ثلاث قفو. ما شاء الله عاشق ايش كلامه ذي؟ ارفع مصقعه. ورنا القدر ورنا لحظه ورق الزبده. اي اوه علي يعني ما في حكاكه. الله اثنين يا عيال ثلاث قلبه. بسم الله شوف الله الله هذا الحراق. اصبر اصبر مزبوط. الله عليك. اللهم ادمها نعمه. امين. وزدها واحفظها. آمين. من الزوال. اللهم لك الحمد حتى ترضى. هذا الحراق. ولك الحمد اذا رضيت. ولك الحمد بعد الرضا. ولك الحمد على كل حال.